هناك هوة واسعة بين من يريد استعادة الدولة ومن يطالب بتقاسم السلطة. بهذه العبارة لخص رئيس وفد الحكومة الشرعية وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مجريات مشاورات الكويت. فالانقلابيون ذهبوا إلى الكويت لغرض واحد فقط، وهو ذات الغرض الذي من أجله انقلبوا على الشرعية واستباحوا دماء اليمنيين، السلطة. ذلك أن إيران تدرك جيدا أن عملاءها بدون سلطة وسلاح لن يحققوا لها أغراضها في زعزعة أمن المنطقة انطلاقا من اليمن. مراوحة الأمر في الكويت عند ذات النقطة والمستوى يعود بحسب مراقبين لاستراتيجيات التفاوض الإيرانية التي يتبعها وفد الانقلاب متلقيا تعليماته من طهران، وهي الاستراتيجية التي تجعل من التفاوض مرحلة استراحة تسمح لفرق الميدان بإعادة التموضع والانتشار من جديد، وهو أمر تفصح عنه تحركات الميليشيا على الأرض. ففي صنعاء تحدثت عدة مصادر عن استحداث الميليشيا لمعسكر جديد في جبل عرام المطل على وادي ظهر لتدريب مزيد من المغرر بهم والذين تدفع بهم الميليشيا نحو جبهة نهم وغيرها. أما في الجوف فقد أفاد الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية عبد الله الأشرف أن الميليشيا شنت قصفا هو الأعنف منذ الإعلان عن الهدنة، وهو قصف شمل عدة مناطق أبرزها المتون والعقبة والمصلوب والغيل. وفي تعز أيضا شهدت عدة جهات وصول تعزيزات للميليشيا بما في ذلك مناطق حذران والربيع والضباب غرب تعز، والتي أفاد سكان عن وصول آليات وتعزيزات للميليشيا إليها. ومع تواتر الأخبار عن تحركات الميليشيا على الأرض يغدو منطقيا أن يتساءل الشارع اليمني سؤال الدهشة والاستغراب، ماذا يفعل الانقلابيون في الكويت؟ تلعب إيران إذن لعبتها جاعلة من عملائها ورقة تحقق بها مصالحها، وفي سبيل ذلك لا تقتصر إيران على الحوثيين ورقتها المكشوفة، بل تذهب أبعد من ذلك محركة مجموعات هيئتها لهذا الغرض، وهي مجموعات تتحرك تحت أكثر من لافتة وراية، بما في ذلك لافتة داعش والقاعدة، وهو أمر تجلى في التفجيرات والاغتيالات التي استهدفت المناطق التي خرجت عن نطاق سيطرة الحوثيين، والتي كان آخرها تفجير اليوم في حضرموت والذي راح ضحيته مزيد من المواطنين الأبرياء في وطن لن يجد الأمن بغير حسم يستعيد الدولة ويزيل كل آثار الانقلاب.